هنعمل تيراميسو بس بالفراولة. معايا بسكوت اللي هو الليدي فينجر او السافويا، ممكن اعملها باي بسكوت موجود، بس بما ان احنا بنقول تيراميسو فاستخدمنا البسكوت ده، سعره مش غالي قوي ومتوفر في اماكن كتير، يعني هتلاقوه بكل سهوله، مش صعب ان انتوا توصلوا له. لكن لو مش عايزه استخدمي اي بسكوت شاي، مش بسكوت زبده، تمام. معايا بقى ايه، كوبايتين لبن بالفراوله. ايه لبن بالفراوله ده؟ اللبن اللي احنا بنديه لاولادنا وهم رايحين المدرسه الصبح، اللي فيه منه بالشوكولاته وفيه بالموز وفيه بالكراميل. استخدم لبن عادي لو مش حابه، يعني مش حابه استخدم ده هستخدم لبن عادي. معايا نص كوبايه جبنه كريمي وواحد باكت كريم كراميل، كوبايه كريمه خفق، نص كوبايه بودره الكريم شانتيه، وواحد من جيلي فراوله، يعني باكت واحد جيلي فراوله ومربى فراوله، وللتزيين بقى فراوله توت اي حاجه او من غير خالص هيبقى برده حلو. تعالوا بقى نبتدي نشوف هنعمل ايه. اول حاجه معايا الجبنه الكريمي. هنا بقى استخدم اي نوع جبنه غير التشيز كيك، لاني لما روحت البيت بفتح الرسائل بتاعت الصفحه لقيت اسئله، ليه يا توتا قلتي ان الوصفه بتاعه التشيز كيك المخبوز ما ينفعش جبنه كريمي سايبه او بالكيلو؟ هتفصل، هتطلع الدهون منها كتير لان بيكون داخلها زيت نباتي عشان تدي قوام السبريد، فمش تبقى حلوه خالص. فعشان كده انا اقول لكم خلوا بالكم من التفاصيل الصغيره اللي بجد بتفرق. حط عندي كله على بعضه بقى، كريم شانتيه والبودره الكريم كراميل وكريمه الخفق، ما ينفعش طهي بقى في الوصفه دي، وشويه من الحليب بس كده. اضربها بس كده بايدي بالمعلقه، وبعدين هنبتدي نضربها بالمضرب. ما ينفعش خلاط بقى في الوصفه دي، يعني لازم يا مضرب يا عجان. ركبها الفيشه اهو تدريجيا، وبرده عشان ايه تدريجيا هلاقي القوام معايا تقيل. والله حسيت ان الموضوع خفيف شويه، ممكن تزودي بودره كريم شانتيه مفيش مشكله. نعلي بقى السرعه، كل ما تضرب كل ما تنفش معاكي اكتر. بصوا القوام بتاعها، انا عايزه القوام ده، شايفين؟ هجيب صينية اللي هي صينية التشيز كيك اللي فيها كليبس من الجنب، وبجيب شريط فاكيوم، ده موجود عند اي محل خامات حلواني، بيديني في الاخر شكل حلو جدا. بعمل بس حطيت شوية كريمة عشان البسكوت عندي يمسك من تحت، وهبتدي ارص البسكوت اهو، هبتدي ارص البسكوت زي ما انتم شايفينه كده. هروح جايبة البسكوت ده هنا كده، يا دوبك بنزله ثواني وبطلعه على طول، بحط طبقة كريمة. بصوا بقى قد ايه الكريمة ناعمة. عايزين بقى تعملوها بكيس حلواني، تعملوها بمعلقه كده، براحتكم خالص. وادي شويه من البسكوت ينزل عندي، تجديد عن التيراميسو المعتاد اهو. وادي طبقه الكريمه، بصوا الكريمه طبعا لما بتدخل الثلاجه بتتماسك وبتبقى روعه. وبدخلها الثلاجه يعني هنقول ليله كاملة او 6 ساعات مش قبل كده، عشان تطلع معايا مظبوطة. ودي اللي احنا بعد ما بردت اهي. ممكن كمان تحطوا في النص فراولة، حشوة فراولة، ده كنت هحط بس عشان الاستعجال. فلو حابين تحطوا بين الطبقات فراولة ممكن تحطوا برضو، هتبقى لطيفة جدا وطعمها هيبقى روعة. تعالوا بقى نزين جيلي فراولة اهو، بيديها طعم حلو جدا. وهحاول اقطع معاكم حتة عشان تشوفوها برضو من جوه، يعني ان شاء الله نلحق. جيلي فراولة، جيلي توت، حالا كم واحدة توت كده عشوائي.